141. صباح الخير على حضراتكم، فقرة جديدة من فقراتنا في هذا الصباح. كل سنة وحضراتكم طيبين. إن شاء الله غدا نحتفل بعيد الميلاد المجيد، ولكن النهاردة طبعا القداس الخاص بعيد الميلاد، وطبعا ده فرحة لكل المصريين وأعياد المصريين لا تنقطع. كل سنة وحضراتكم طيبين، إن شاء الله يكون عيد ميلاد مجيد علينا جميعا بإذن الله. اللافت في النظر طبعا باعتبار ان السنه بتكون بنسميها السنه الكبيسه، فبيكون الاحتفال عند اخواتنا الاقباط لمده يومين 28 29 كيحكي. فطبعا كل سنه وهم طيبين، وباذن الله تكون مصر كلها فرحه خير. بنحتفل كلنا جميعا، والكنيسه الارثوذكسيه والانجيليه طبعا بيحتفلوا بعيد الميلاد الجديد، واستحاله من الاستقرار واستحاله من الفرحه لجموع المصريين. والنهارده ان شاء الله الانظار بتتجه نحو العاصمه الاداريه الجديده، كما اعتدنا دائما في عيد الميلاد المجيد دائما بيكون في العاصمه الاداريه الجديده بمشاركه كل المصريين. وطبعا العيد لنا جميعا، وباذن الله يكون عيد فرحه وعيد سعاده علينا جميعا باذن الله. برحب بضيفي الكريم، شرفنا النهارده الاستاذ ايمان مرقص، الكاتب والباحث في الشان القبطي. كل سنه وحضرتك طيب يا استاذ ايمان. وانت طيب يا رب يخليك. النهارده بقى العيد هيبقى السنه دي يومين. يومين 29 كده 29 يعني يوم الاحد والاثنين. ان شاء الله. طيب عايزين نتكلم بقى عن عيد الميلاد بشكل عام بقى، ونعرف المصريين بقى مظاهر الاحتفال اللي بتكون دايما مرافقه لعيد الميلاد المجيد. كل سنه وحضرتك طيب. احنا طبعا بعد فتره صوم 43 يوم، عايشين في فترة صوم 40 يوم لما صاموا موسى النبي قبل أن يستلم لوحي الشريعة، والثلاثة أيام بتعود معجزة نقل المقطم، بالإضافة إلى ال 40 يوم اللي صامتهم السيدة العذراء مريم أثناء الحبل الإلهي. طبعا بتنتهي الأصوام لغاية يوم 29 كياك، بنحتفل مساء اليوم بالقداس العيد، بحيث إنه ينتهي القداس فجر اليوم، يعني اليوم الجديد. طبعا السنه دي عيد الميلاد دايما بنحتفل في كنيسه ميلاد المسيح اللي في العاصمه الاداريه الجديده اليوم يعني. طبعا بيشرفنا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع رجال الدوله، ومشاركه الاخوه المسلمين، وطبعا بحضور الاقباط موجودين في الكنيسه مع القداس برئاسه قداسه البابا ومجموعه من احبار الكنيسه الاباء المطرنه والاصفه والكهنه. ده بالنسبه لترتيب القداس اليوم النهارده. طبعا بكره في مزار الاحتفال، والنهارده برضو دايما المزار الاحتفال بنعيد في مزار العيد في شجره الكريسماس، اللي شجره الكريسماس يعني ميلاد المسيح، لان كلمه كريسماس على مقطعين، المقطع الاول كريس المسيح، كريسماس ميلاد المسيح. الشجره دي طبعا لها اساس، لان دي اصلا الشجره دي نوعها اسمه شجره التنوب. والشجره دي اصلا جت ظهرت في القرن في اواخر القرن السابع الميلادي سنه 731 ميلاديه. كان في راهب، قصتها يعني كان في راهب بريطاني كان بيبشر باسم المسيح في مدينه المانيا، وليه مجموعه بيعبدوا الشجر، وكان الشجره دي كان بيسموها ده الاله رعد عندهم، وكانوا يروحوا لها يسبحوا لها ويعملوا البراسم بتاعتها لان عبادات وثنيه. فالراهب ده قال لك، خد مجموعه من الكهنه معاه وقال لك اروح اشوف الجماعه دول بيعبدوا الشجر ازاي. قعد يكلمهم، اللي انتوا بتعملوه غلط. قال لهم ده احنا هنقدم ابن رئيس القبيله ذبيحه لهذه الشجره. قال لهم لا، انتوا بتعملوا ايه ده، كذا كذا كذا. واحد يكلمهم عن المسيح اللي قال لهم يعني، قال له ده الشجره، قال لهم لا ده الشجره دي اتقول لي فاس جاب فاس ولا تنفع ولا تضر. لا قال لهم لا، اي تضر، ده حاجه وثنيه ما فيش، تذبحوا ازاي شاب وسيم زي كده، شباب في مقتبل العمر. راح الراهب ده مسك فاس حد، راح جزر الشجره بكل قوه لغايه وقعت ومن جذورها بالكامل، واثناء واحد جه صعق من السماء حرق الشجره بالكامل، حرقها بالكامل الصعق ده. وبعد حرقها نبتت شجره مكانها في التو، شجره التنوب. الاولانيه كانت اسمها شجره السنديان. وقعدوا خدوا الشجره دي ونقلوها على رئيس القبيله، وكان المجموعه اللي كان هيذبحوا الولد ابن رئيس القبيله والناس الوثنيين واحتفلوا بيها، ومن ساعتها ظهرت شجره التنوب او شجره الكريسماس بتتكلم عن ميلاد المسيح. ده بدايه الشجره بتاعت الكريسماس. المظهر الثاني في الاحتفال بعيد الميلاد بابا نويل. بابا نويل مش شكل اسطوري زي ما مكتوب والسلوج والعربيه الغزلان، لا لا، ده بابا نويل هو شخصيه حقيقيه.
وأسقف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر الأجيال. لأن ولد القديس سانتا كروز سنة 280 ميلادية. قديس كان راهب. كان شاب وسيم بأسرة عريقة متدينة، بعد كده دخل الرهبنة، بعد ما دخل الرهبنة صار كاهنا، بعد كده بقى رئيس للدير، بعد كده عين أسقفا لمدينة ميرا، وكان عضو في المجمع المقدس سنة 325، وخدم يعني خدم خدمته في الكنيسة مدة طويلة، ويعني تنيح وعمره 63 سنة، عاش على الأرض 63 سنة. كان محب للأطفال، محب للأغلال، نفس المظاهر كده، نفس المظاهر. كان اللبس زي حكاية لبس قداسة البابا، اللبس اللي هو بنشوفه يوم العيد بالتيجان والبتاع زي كده، لبس بابا نقول كان مزغرف زي كده، وكان يحب الأطفال ويجمع الأطفال، وكان بيديهم هدايا فعلا، الهدايا، ويساعد الناس الغلابة والناس المساكين، وليه قصص، وراجل عمل معجزات، يعني راجل طيبة، وكانش ما عنده أي ركوبة غير ركوبة سرق الحمار فقط، لا غزلان ولا عربيات السلوك ولا الكلام. احنا جودنا بقى على الموضوع. لا هو شخصيه، وليه كنيسه في بنها هنا، وكنيسه في 6 اكتوبر، وهو اصلا كانوا مسمينه شفيع البحاره، لان دشن اول سفينه هولنديه عبر نيويورك. يعني القديس سانتا كروز او نيكالوس او بابا نويل دي شخصيه حقيقيه. عاش في مصر؟ كان في تركيا. كان في تركيا وايطاليا. ساعتك بتقول لي كنايس في مصر. ده ليه كنايس؟ على اسمه، على اسمه. عشان هو على اسمه، ولكن هو ما جاش مصر او ما عاش في مصر. المظهر الثالث في الاحتفال مغاره الميلاد. السيد المسيح له المجد ولد فين؟ في مسود، لان كان يوليو الملك والامبراطور يوليوس قيصر امر بالاكتتاب اللي هو الاحصاء او التعداد السكاني، ان كله لازم يعمل الاكتتاب. طبعا يوسف النجار كان خطيب الست العذراء مريم، وكانوا اصلا من بيت داود، من مدينه داود، طلع من مدينه الناصره، وطبعا العذراء مريم عشان بصفته ان هي خطيبته رايحين يعملوا الاكتتاب ده ويؤيدوا اساميهم، الا ساعه الطلق او الحبل الالهي جه، فاقرب مكان عشان العذراء مريم تولد الطفل ليه؟ مزود البقر. دخلت المزود البقر ولدت الطفل وسط الحيوانات اللي المواشي، يعني البقر اسمه مزود البقر. ده ليه هدف، يقول لك ولما جاء ملء الزمان ارسل الله المسيح بالتجسد لكي يخلص العالم. هو قادر في اي قصر من القصور، ولكن هو عشان يعلمنا درس ان احنا نبقى انسان وديع ومتواضع القلب. دخل اقل بيت، اقل مكان، وجات الملائكة أثناء الولادة بتاعت السيد المسيح، أنشودة السلام، المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلامة بالناس المسرة. الملاك ظهر للرعاة في حرسات الليل بنور برق لدرجة دهشة وخاف، وقال لهم لا تخافوا، أنا أبشركم بفرح عظيم، ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح. والرعاة راحوا يتأكدوا بنفسهم هناك، وشافوا المجوس لما جم من أمراء الفرس عشان يقدموا الهدايا للسيد المسيح. يعني والمغاره دي مجسده في شكل المجوس وشكل البهايم وشكل المسيح ويوسف النجار والرعاة، يعني زي كده التحفه الموجوده كتجسيد بس، وشجره الميلاد وبابا نويل. ادي مزار الاحتفال بيبقى طبعا غير الاحتفالات الروحيه، لان الاحتفالات دي شقين، الشق الاول شق روحي اللي هو الكنيسه والعباده والاصوام، ده الشق الروحي. أما الشق الاجتماعي في العيد التجمع الأسري وتبادلات التهاني، أدي فرصة الأعياد بتجمع الناس، المتخاصم يصطلح، بتبقى في ألفة ومحبة وتقارب. صحيح. طيب عايزين نتكلم بقى على الصورة المثلى اللي في مصر أستاذ يونان. دايما لحمة المسلمين والمسيحيين في مصر الحقيقة بيضرب بها المثل في العالم، ما بتعرفش الفرق بين الاثنين. النهاردة مثلا هنشوف الصلاة بالليل، انت ما تبقاش عارف ده مسلم ولا مسيحي، ولا يعني هو رايح بيحتفل زيه مع اخواته. فبالحقيقه المسلمين والمسيحيين لحمه واحده في وطن واحد يعيشون معا سويا. يعني ما اقول لحضرتك احنا ما فيش، يعني زي ما قلت لحضرتك، زي ما سعادتك تفضلت وقلت ان احنا مضرب للامثال في الوحده الوطنيه، لان احنا كلنا في الاول والاخر اخوه واولاد ادم وحواء،
كلنا يعني متجاورين ومتحابين وموجودين في كل مكان، وزي ما حضرتك قلت ما فيش حد يقدر يفرقنا من بعض. ونمر احنا بنعيد كلنا يعني ميلاد المسيح ما هو ذكر في القرآن، وجميع الأديان والشعوب تأمن بالسيد المسيح، فاحنا كلنا بنعيد بميلاد السيد المسيح. السلام يا السلام علي يوم ولدته يوم اموت يوم ابعث حيا. يعني كلنا بنؤمن بميلاد السيد المسيح، الاخوه المسلمين والاخوه المسيحيين كلنا في الفه. احنا شعب طيب جدا، مضرب للامثال زي ما قلت لحضرتك في ملف الوحده الوطنيه بمعنى اصح. في البيت احنا مع بعض، اصل احنا زي ايه؟ زي الفلفل كده مع بعض، ولا زي الملح مع بعض، مختلطين في السكن موجودين، في الشغل موجودين، في المواصلات موجودين، في كل حتة احنا مع بعض متجاسين. يقول لك متجاورين عجما حتى عظاما، يعني حتى في الآخرة لما بندفن بنبقى مع المقابر جنب بعض. صحيح. هنروح فين من بعض؟ صح. يعني المحبة تبقى موجودة، الألفة تبقى. احنا عشان السيد المسيح بيعلمنا جاء ملك السلام لدرجة أوصانا قال لك حبوا أعداءكم، العدو اللي هو الشيطان يعني بيجي في صورة إنسان، حبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، احسنوا لما بغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. هو السيد المسيح لما جه مصر واختار البلد الوحيدة من بلاد العالم عشان يبارك هذا البلد ودخل فيها، ما قادر أن يبيد هيرودس في لحظة سلطانه، ولكن عشان يعلمنا كيف نهرب من وجه الشر. لا ده ليه يعني هنا في دروس مستفاده من الميلاد، يعني احنا بيعلمنا المحبه. احنا وقال لك لا ترد الشر بالشر، رد الشر بالخير، من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر. سيب ربنا اعطي مخين للغضب. انت لما تغضب وتاخد حق ربنا وتنتقم، طب انت سبت ايه ربنا؟ ده انت بتاخد دينونه عظيمه. لا سيب ربنا يجيب لك حقك. احنا دايما مسلمين امرنا لله دايما الواحد، ويعني لدرجة ودي أعظم وصية تركها المسيح للمسيحيين، ومن يخلو ومن يترك هذه الوصية فهو بعيد كل البعد عن الديانة المسيحية. حبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يثقون إليكم. دي أكبر شهادة عظيمة للإنسان، دي استشهاد. من يحتمل هذا؟ شوف واحد لما يبقى قتلك ومغتصبك وحرقك ومدمرك وتقول له الله يسامحك، الله منتقم، الله الله الله، يقول لك ليا النقمة أجازي أنا الرب. فأحسن ما نبقاش حافظين ومش فاهمين. لا، ما هو للأسف إحنا من طبيعتنا نحفظ للأسف بس مش فاهمين. زي حكاية القانون، يعني بره يحترموا القانون، يحترموا القانون، إحنا للأسف هنا نخاف من القانون، نخاف من اختشيه. أيوة صحيح. يعني هناك يحترم القانون، الدول بره مثلا في الغرب يحترموا القانون، انا لا ما نحترمش القانون، احنا نخاف ولا يعني نختشي. لا ما فيش الكلام ده. يعني كل سنة وحضرتك طيب يا استاذ زينان، وطبعا النهاردة العيد بصراحة عيد لكل المصريين، وبإذن الله نحتفل سويا جميعا بالليل بإذن الله، ونتمنى بإذن الله أن مصر تعيش في سلام ووئام، وان الوطن يحيا بقطبيه طبعا المسلمين والمسيحيين كما اعتدنا دائما في كل المواقف، هم مع بعض نسيج واحد ضد اي شر يحيق بالدوله المصريه. دعني بس اقول للكل وعلى يعني جمهوريه مصر العربيه وبلاد العالم، بهني الكل وعلى يعني راس البلد فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وقداسه البابا تودروس الثاني واسره برنامج النيل الاخبار وسعادتك وكل المصريين، بقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وبشكر رجال الاجهزه الامنيه ووزاره الداخليه على المجهود الجبار في الاستعدادات بتامين الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، وكل سنه وانتم طيبين. والقوات المسلحه ما ننساهاش. دي الاساس دي طبعا، دي على راسنا من فوق. الله يخليك، شكرا جزيلا يا استاذ زينان، كل سنه وحضرتك طيب وعيد سعيد ان شاء الله. استاذ زينان مرقص، الله يخليك، الاستاذ زينان مرقص الكاتب والباحث في الشان القدسي، شكرا جزيلا لي. يا رب يخليك. كل سنه وحضراتكم طيبين ومصر بخير وصحه وسلامه ان شاء الله. احتفالات المصريين باذن الله تتواصل، ويا رب يجعل اعيادنا جميعا بخير وسلامه. كل سنه وحضراتكم طيبين والى اللقاء.